السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة صحفية جديدة مع صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف المحلية والعربية والدولية. نبدأ مشاهدينا الكرام من صحيفة المدى ونقرأ مقال الكاتب علي حسين بعنوان الدولار أم العطل. يقول الكاتب: وجدت الحكومة أن أزمة الدولار وصعوده موضوع لا يهم المواطن بقدر ما يعنيه إقرار قانون للعطل الذي سيأخذ بالحسبان حسب تصريحات بعض النواب أن يكون للعطل الدينية مكان فيه، ولأن المواطن العراقي لا ناقة له ولا جمل في قرارات الحكومة ومشاريعها التنموية، فإنه يتعامل مع هذه الأخبار بكونها نوعا من أنواع البطر. وأضاف الكاتب: ماذا يعني أن يخصص نصف السنة بالتمام والكمال عطلا رسمية؟ فما حاجتنا إلى العمل في العراق والنفط موجود والحمد لله؟ وما حاجتنا إلى المصانع ونحن نستورد حتى البصل؟ للأسف نحن نعيش اليوم مع سياسيين يتوهمون أنهم أصحاب رسالة، سياسيون يعلنون عن وجودهم عبر إشاعة مفهوم الطائفة الضيق بديلاً عن مفهوم المواطنة الذي يجمع كل العراقيين، سياسيون ومسؤولون يتركون تعهداتهم أمام الشعب ليمارسوا لعبة خلط الأوراق التي تدفع الناس للتساؤل: هل هناك قوانين تراعي مصالح آلاف اليتامى والأرامل؟ وهل فرغنا من أزمة الكهرباء؟ وهل حقا نعيش عصر التغيير؟ وتحققت أهداف العراقيين بالديمقراطية والعيش في ظل نظام يؤمن عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية؟ وهل تشكلت مؤسسات دولة محترمة تضمن حقوق جميع العراقيين؟ أو تجاوزنا كل المصاعب ليخصص البرلمان جزءا من وقته يفتح فيه البعض كتب التاريخ القديمة ليثير من خلالها الفرقة والبغضاء بين أبناء الشعب الواحد؟ إن إقرار قوانين تنظم العطلات الرسمية حق مشروع، لكن أن يجري ضمن الصيغ الطائفية فهذا مؤشر خطر، لأن الناس دفعت ثمنا غاليا من دماء أبنائها بسبب الصراعات الطائفية. إلى صحيفة طريق الشعب نقرأ مقال الكاتب جاسم الحلفي، قال فيه: لعل مبدأ السيادة في العراق هو ما بالغت طغمة الحكم في ادعاء التمسك به تبجحا، ففي الوقت الذي كانت فيه صواريخهم تنطلق ليلا في اتجاه السفارة الأمريكية لتسقط على بيوت العراقيين الأمنيين، كان نوابهم في مجلس النواب يصوتون علنا عاما بعد عام لمصلحة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عند تشريع قوانين الموازنات السنوية، ولا أحد يجهل أن هاتين المؤسستين الماليتين تعدان ذراعين للإمبريالية الأمريكية. يضيف الكاتب: في 21 من تموز الحالي، بعد أكثر من 9 أشهر على العقوبات الأمريكية ضد المصارف الأربعة، جاءت العقوبات الجديدة التي شملت 14 مصرفا يحمل أغلبها صفة إسلامي ويمتلكها متنفذو طغمة الحكم وأتباعها، وهي جميعها متهمة مرة بتهريب الدولار وأخرى بغسل الأموال. وجاءت العقوبات في فترة حكومة الإطار وحلفائه، وفور إعلانها تهاوت قيمة عملتنا الوطنية الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي في السوق الموازية، ويتوقع المزيد من تراجع هذه القيمة وتفاقم تأثيره في غلاء الأسعار وفي التداعيات المرة الأخرى على الوضع المعيشي لغالبية المواطنين، خاصة منهم أصحاب الدخل المحدود والقابعين على خط الفقر ودونه وملايين المهمشين غيرهم. وخلال ذلك لم تظهر منهم ممانعة لحماية الدينار، بل إن منهم من أصابه الذهول بفعل صدمة العقوبة التي لحقت بمصرفه، ولم يبدي أي مقاومة لحماية الاقتصاد العراقي الذي أمعن فيه المرض الهولندي نهشاً، وهو المرض الذي يسببه الاقتصاد الريعي وتتجلى أعراضه في الفساد والترهل الوظيفي
والتلاعب بأموال الدولة وغياب العدالة الاجتماعية والكسل والجمود الإبداعي واستنزاف وتبذير الثروة النفطية هباء منثورا في صفقات فساد لا طائل وراءها. وبلغ الصلافة الفاسدين في بعضها أن أطلقت على جريمتها تسمية سرقة القرن. إلى صحيفة الميثاق الوطني نقرأ مقالا للكاتبة نادية عبد الغفور، قالت فيه: هناك عوامل للتلوث البيئي في العراق أهمها الإهمال والفساد والتقصير من المؤسسات الحكومية المعنية بذلك، ما يؤثر في المستوى الصحي والشكل العام للشوارع والأبنية والمرافق كافة. وقد جاء العراق بالمرتبة 10 من ضمن 92 دولة من ناحية التلوث البيئي وتلوث الهواء، وتتحمل مسؤولية ذلك منظمة المجتمع المدني والوزارات المعنية كوزارتي البيئة والصحة لعدم التنسيق بينهما لمواجهة التلوث الهوائي في العراق. من العوامل الأخرى للتلوث هي المخلفات الحربية كالأسلحة الكيماوية واليورانيوم، حيث سبب التلوث الإشعاعي بتشوهات خلقية وأمراض سرطانية لدى الأطفال، كما أن أعمال الحرق المتكررة كحرق المحاصيل الزراعية مثل الحنطة والشعير في السنوات الماضية ونفوق الأسماك، كل ذلك يؤثر على الصحة العامة، ويجب الاعتماد على أسس رصينة بعيدة عن الفساد الإداري وإجراء مراقبة شاملة كإجراء مسح كيماوي للتربة والمياه وإنشاء أماكن خاصة لحرق النفايات بدلاً من انتشارها في الأماكن العامة وسط الأحياء السكنية. وقد أعد فريق من الباحثين الأمريكيين في نيويورك تقريراً يشير إلى أن الغبار في العراق يحتوي على 37 نوعاً من المعادن الخطيرة على الصحة العامة، إضافة إلى 147 نوعاً من البكتيريا والفطريات التي تساهم في نشر الأمراض. ذكر موقع انترسبت أن الانقلاب العسكري الأخير الذي وقع في النيجر واحد من قائمة انقلابات عسكرية في غرب أفريقيا نفذها ضباط دربتهم الولايات المتحدة. وأوضح الموقع أنه لا يعرف بعد ما إذا كان أي من جنود النيجر الذين دربتهم أمريكا ضالعا في الانقلاب الأخير، مع أن الولايات المتحدة دربت أفرادا في الحرس الرئاسي في السنوات الماضية بحسب وثائق البنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية. إلا أن الولايات المتحدة دربت ضباطا تورطوا في 6 انقلابات في بوركينا فاسو ومالي منذ عام 2012، وبالمجمل فقد قاد الضباط الذين دربتهم أمريكا 10 انقلابات في غرب أفريقيا منذ عام 2008. منذ عام 2012 قدم دافع الضريبة الأمريكيون أكثر من 500 مليون دولار بشكل جعل النيجر أكبر متلقي للمساعدات الأمريكية في منطقة دول الساحل والصحراء، ودربت القوات الأمريكية ونصحت وساعدت قوات النيجر، واستقبلت النيجر أكبر قاعدة والأكثر كلفة للمسيرات تحت إدارة القوات الأمريكية، وأنشأت قاعدة 201 في مدينة أغادير شمال النيجر بكلفة 110 ملايين دولار، وتدار بميزانية سنوية تتراوح ما بين 20 و30 مليون دولار، وتعتبر نقطة انطلاق لأرخبيل من النقاط العسكرية الأمريكية في منطقة غرب إفريقيا. والقاعدة هي مثال على الفشل العسكري الأمريكي في النيجر ومنطقة غرب إفريقيا بشكل عام. وفي العام الماضي وصلت الهجمات في بوركينا فاسو ومالي وغرب النيجر إلى 2737 هجوماً بحسب تقرير المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية التابع لوزارة الدفاع الأمريكية. نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا للصحفي شان ثارور تحدث فيه عن استخدام أوكرانيا ذخائر عنقودية قدمتها الولايات المتحدة ضد أهداف الروسية، مضيفا أن استخدام القنابل المحظورة في 123 دولة يأتي في لحظة محفوفة بالمخاطر في أثناء الحرب.
وذكر المقال أن الهجوم الأوكراني المضاد لاستعادة الأراضي المفقودة يسير ببطء أكثر مما يرغب فيه بعض المسؤولين الغربيين. وقال مايكل بوسيوركو المحلل المقيم في أوديسا إنه يمكن للذخائر العنقودية أن تجلب لكييف ميزة مؤقتة في ساحة المعركة، ومع ذلك فإنه بانتهاء الحرب سيظل الإرث القاتل المحتمل لهذه الأسلحة العشوائية راسخا في الأراضي الأوكرانية سنوات مقبلة. وحذر من أن نسبة عدم انفجار القنابل العنقودية يتجاوز 2.35%، بينما يقدر الخبراء أن المعدل الحقيقي أعلى من ذلك بكثير، في إشارة إلى مخاطر انتشار مخلفات القنابل العنقودية في أوكرانيا. ونبه المقال إلى أن الولايات المتحدة لديها تاريخ طويل ومخزن في استخدام القنابل العنقودية، ظهرت في حملات القصف التي قادتها في العراق وصربيا، وكانت مستخدمة روتينيا في حرب فيتنام. ولا تزال الذخائر غير المنفجرة التي ألقتها الولايات المتحدة منذ أكثر من نصف قرن تقتل المدنيين حتى يومنا هذا. أصبحت أوكرانيا البلد الأكثر تلغيما في العالم، كما أفاد صحفيان في واشنطن بوست، حيث يعتقد الآن أن ما يقرب من 70,000 ميل مربع من الأراضي ملوثة بالذخائر غير المنفجرة. قد يستغرق تنظيف كل ذلك عقودا من العمل ومليارات الدولارات من الاستثمار، ولن تؤدي جولات جديدة من الذخائر العنقودية إلا إلى تعميق المشكلة. هذه مشاهدينا الكرام وقفة قصيرة مع الرسوم الكاريكاتيرية. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. شهدت اليونان ودول أخرى سياحية في حوض المتوسط ازدياداً جديداً في درجات الحرارة، تسبب في نشوب حرائق خلفت خسائر في الأرواح وتداعيات بيئية. فقد أجلي آلاف السياح من جزيرتي رودس وكورفو اللتين اجتاحتهما الحرائق والتي أجلتها موجة الحر. كذلك في إيطاليا قتل 5 أشخاص بحرائق في صقلية، وعواصف قوية في الشمال يمكن أن تدفع الحكومة الإيطالية إلى إعلان حالة الطوارئ في المناطق الأكثر تضررا. وقد أثبتت شبكة وورد ويذر أنتربيوشن أن موجات الحر الشديد التي تشهدها أوروبا والولايات المتحدة الشهر الحالي ناجمة عن التغير المناخي من جراء أنشطة الإنسان. وخلص الباحثون إلى أن موجات الحر الأخيرة لم تعد أحداثا استثنائية، وتلك التي ستحدث ستكون أكثر كثافة وأكثر شيوعا إذا لم توقف الانبعاثات أو تقلل بسرعة.
إلى صور من مدينة جرش التي تقع في شمال الأردن وتضم أهم المواقع الأثرية وأبرزها على أرض المملكة، وهي واحدة من مدن الرومان العشر المعروفة باسم أديكابوليس. تقع المدينة على بعد 47 كيلومتراً عن العاصمة عمان، وهي موقع أثري يعود بناؤه إلى ما قبل الميلاد، ما يجعله العنوان الأبرز لسياح الأردن من مختلف بقاع العالم. فمعالم المدينة الراسخة تروي لزوارها قصصاً بعمق التاريخ. قبل الختام مشاهدينا، نتابع المقطع المصور الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. السمكية يعني بكميات بالعطمان تيجي على كل محل، فيه طن طن ونص 700-800 كيلو. حاليا ما في، أكبر محل 200 كيلو، والسبب الجفاف، نقص المياه أثر، درجة الحرارة العالية. قطعت حياتي بالماء، يعني أنا من سنة 86 بالماء، يعني من أيام طفولتي، يعني ما كان عمري 12 سنة بالماء، لحد السنة تعبت الماء. بالنسبة للصيد كانت بي معادلة ما بين سعر البضاعة والسمك، وكان السمك كثير، يعني بي سمك نسبة منيحة، يعني أبسط صياد اللي يجيب له مثلاً معدله 100 كيلو. اليوم 100 كيلو يعني قبل هاليوم لها قيمة، سواء كمعيشة ولا تشتري عدة لها قيمة. اليوم ما عاد تجيب حتى 5% من صيد اللي تجيبه قبل كذا سنة. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية في صدى الأقلام. الرافدين، تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم.